ما حكينا او شفنا بعض لفتره بعد ما تعرفنا، وكان في يوم هيك شيء ذكرني فيها وقررت اسال عنها، وسبحان الله صار النصيب. قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالحسين، واليوم كلي فخر فيه. وأخيرا صار عندي كلمة، بس مش أي كلمة. وما أعلى كلمة الأردن اليوم وأجلاها، وما أوضحها على جبين الحسين وأحلاها، وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها، فهنيئاً لأبي الحسين بولي عهده ونور عينه.